Dr. Santiago Rivas and the staff of the hotel. It is indeed a distinct honor to preside over the 35th session of the Forum of Presidents and Presiding Officers of the Legislative Assemblies of Central America, Department of Constitutional Democracy. هذه ماشي أول مرة البرلمان المغربي يستضيف مؤتمر الفوبرل، منظمات اللي كتجمع برلمانات رؤساء ورئيسات برلمانات أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريب. هذه ثاني مرة، لأنه السنة المنصرمة استضفناهم، وإلا كتعقلوا الرئيس آنذاك ديال الفوبرل شارك في المسيرة اللي قام بها الشعب المغربي ضد تصريحات بانكيمون بالمناسبة. فهذا المؤتمر هو محطة أخرى جديدة كتزيد توطد اكثر وتقوي اكثر العلاقات التعاون اللي نسجناها مع امريكا امريكا اللاتينيه بشكل عام. هناك الهجره هو الموضوع الرئيسي. ونقدر ناكد لك بانه على حسب ما شفت بعيني بانه المغرب اصبح يحظى بالكثير من التقدير في هذه المنطقه. والدبلوماسيه البرلمانيه اصبحت كتحظى يعني كتحظى كتسجل الحضور ديالها وكتقوي الحضور ديالها. ينبغي التذكير بان الكثير من الدول الاعضاء في هذه المنظمه كانت عندهم مواقف سلبيه من قضيتنا الوطنيه. ولكن في خلال سنتين نتيجه الاتصالات والحوار المستمر والمضني استطعنا يعني نغيروا الكثير من المعطيات. ونذكر لما استضفنا البارلاسين، منظمه اللي كتجمع برلمانات امريكا الوسطى في المغرب العام اللي فات، كتعقل ديناهم للعيون. زاروا العيون وعقدوا هناك اجتماع في العيون لأول مرة مع مجلس المستشارين، وذاك اللقاء توج بإصدار واحد الإعلان سمينا إعلان العيون، وفيه موقف متقدم من قضية بعثة الترابية. أتوقع أنه في خلال هذا اللقاء سيصدر موقف مماثل. منتدى دول أمريكا الوسطى وحوض الكاريب له موقف ثابت من القضية الوطنية، وذلك انطلاقا من تجربتهم وتجاربهم التاريخية، وهم يؤمنون بأن بدون وحدة ترابية بدون تأكيد على الوحدة الوطنية لا يمكن ضمان الاستقرار والأمن بأي بلد كيفما كان. لذلك هذا الموقف الثابت ساهم في تعزيز العلاقات بين البرلمان المغربي وهذه المجموعة التي تقوم بدور فاعل ووازن في منطقة الكاريب وأمريكا الوسطى. بالإضافة إلى كل ذلك، نحن بصدد تحسيسهم إلى جعل المغرب بوابة لأوروبا، وكذلك بوابة للعالم العربي وبوابة لإفريقيا. وهذا سيساعدنا من خلال الحوار، من خلال تعدد اللقاءات التنسيقية، أن نبلور تصور استراتيجي فيما يجب أن يكون عليه الحوار الرباعي أمريكا اللاتينية أوروبا العالم العربي وإفريقيا. لماذا الهجرة في هذا الاجتماع؟ لأنه الهجرة تشكل إشكالية جد معقدة وتهم الجميع، فنعتبر أن هذا المنتدى سيساهم في إغناء من ناحية الطرح، من ناحية التحليل هذه الإشكالية المعقدة والمتعددة الأبعاد، من خلال التأكيد على الأسباب العميقة، من أهمها الاهتمام بالتقلبات المناخية، لأن هناك ربط مباشر بين الهجرة والنزوح من طرف عدد متزايد خاصة من الشبان والنساء والأطفال الذين يحلمون بغد أفضل. مجلس المستشارين، سيدات وسادة السفراء، سيد الكاتب العام لمنتدى فوبرل، سيدات وسادة، يشرفني بجانب أخي وصديقي وزميلي أن أحضر افتتاح أشغال الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات مؤسسات تشريعية في أمريكا الوسطى